السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صاحبي السود وهذا ملك سود ونت عليكم شكرا مكي يوتيوب شانكينا مكي دكورة سنة صومر كانت ديتها واحد لايك سبسكرايب لايك شير كومنت وتكم هسنتي كم نجم شو قلت لك اجد بدك ما هسنتي صاحبي يال كلام كل كنا تمضى صومر لما انت ملك سود ونت عليكم تن ومرك يوتيوب شانكينا يوتيوب قاعد تقول صوت عن قاعد سمر راضي مرتاح بنات سبسكرايب قرر سولك بس وشير قرر سولك بس حبتي نيجا قرابي نيجا الكنبة اجد بدك ما هسنتين ان سدوا كلا واحد لايك صاحبي يال صاحب تهرب شوتي اجد بدك ما هسنتين هدك قابي سير مك قابي رجال شو سدوا هرا راهين أضد رأله أنا صان حالات هدوم كسك نوعية بدن سو معها مركز يدو يبتدي هدوم كسك شرتو حد أنا ده أما شقة حبتكو أما هدول طن حبلا سيحدو أما هدول طن واحد كلا حلو مشغول صنادو يه تنا سيارة كان كفيس وجنين إنك سو طبعا شرو سن هرب شقي سبدر وين وكل شيء حق يوتيوب كل شرو طبعا لكن هدول الدين لقي سو كمان طبعا إن وشرو مركز صاحب لا تضر رأله أنا صان سدوا كلا أصحاب تجارة كي سبسكرايب توا أنا يعني نوتيفيكيشن كهذا كفري إن هروك وسو قاعد إن طبعا سات أنا ما بدنا كشرتان جوا أنا جوا شخصيا يعني كشرتان أنا واسف سكراب يا إن واحد كله جنب لك أنت هتكلم نقطة أتن دي بس على تدرس المقالة هم سو جنن كوسو دعو أما كوسو دعو أصحاب نقول حرن طبعا نقول حلايا ريفريش أما دي بحاولين شكل يوتيوب سامسي أجا كشرة مركز أنت أنا جينا وقتها أنت أجنو موجا مركز أنت أجينا وقتها أنت أنا جينا عوها وقتها يا ذلك صاحب يال مركز أتشان كحرن تين بدنا نداون سي وأنا سيد هرت عوشة كوهند يعني مثل مقال سوق إن المرضى بعد ركتو وحن قاعد سنة مكتر ركتين أتشان كنت أتكلم نقطة يعني كان بدل كوف كاستمان هذا السؤال يجي تستعبر أو قرنيا إن تكو علسو كده مقال هم سوق إن مثل كوسر عدنا نقطة أنا يعني وحن تري سبب اللي يجي كوشر أو أح بيجي بده بيسي إن لو ده إن تعوشنا الله ترى سبسكرايب ترى الله جرايو يسبسكرايب ترى يعني أنا سيد هرت سعرين سوق هذا تعوشنا نستعبتو مركز سبب اللي بدنا يجي تبقى يعني ده حوالين بدنا اللي جوه ده طبعا أي سامي أنتي مركز كان كي ماذا يكون هذا فرا يعني قبل وصل عشر سيارة هاي واحد لاي تبقى عليا مركز سيد سؤال عيدا هاد لاي كده جو أنتي وصل دعينا ديت بدو مهسنتين وهجاج هاد بقى واحد كحلي هاد لاي كده جو صور كارك هذيك مقنعية يعني وقت كسبنا من صور كان صور كان وحوي مع مصر وماليات ودادي ده كقياس كرا يلي هاي يعني هي هذا قياسه إلا لحدا أما إلا شن يكون ترى ده غيراته أو جورسي ويل يرا الصومالي يرا دنيرا طبعا مع أنا قبل كل شيء قصدي احتبارك كسيار برهب بالشدة أيوة قبصتي المقال كان برهب بالشدة أيوة عادي هذا هسه صور هذاني صور هذا واحد قاضي نيفو تكراف ولا دائما بقى قاضي طبعا واحد ما يمشي إن هرجستها من بورا ملا بضاعم مد إن فلان قن يرا جود أو خص عبسن يعني جور كا سلان تن يعني أما قبرنا لو يس كنت تشير كهذا قياس كو قياسه أتصور كده بدار كسان يويل كين دنيرا كنت ما مكره حد بيجي أمس تي تونشير أما تطبي تونشير إن هي طبعا قارة وحوجال وح سيدانين وصاحب نهاية وسحر الحاشي أرض على اللي راحوا حويا من يعني هرو هانتري هانتري بوريو شغل شيء تلفون شيء رئيس لون شيء كتير شيء بورمي لكن هذا يرتاع في الناصر أما يعني بتوع بتاع مكي جوردن بيسي يعني كلية الله يقنا عثمان كل شيء مكي جوردن بيسي أيا بوس تيجي بره بشو يسوي قري يعني وان كونتاكت قري وان لحد وان الله لحد كن حاجة كتيرة وأرن هبالة يعني يقول كان سكرنا يقول وان أرن كتيرة طبعا كوسي درسوا وحن كوسي در يقول بدعوه إنه تشرو إن ويل كان يجبرد ويل كده أي صاحب حين يعني إنا كان إنس لا تجورسدي إنا ك يعني سنت برشة إنا كده اللي جينا صاحب حين كتب سنت جورستي إنا ك يعني إنا كده صاحبي وأذكر عصب يعني جورك سمارك سو يعني كعصب عم جيجي سمارك كعصب معصبة ويل يرد أن يراو جورسدي جبرد وين ما جبرد وين because of واحد شرب بريه وقدم بيه وحيا الله لا كنت دانيس عمك مكان واحد كسا إنا يرا دور لا تنشر عمر دور تنشر وجورسنا سا نين أما عفرت تنشر أما كنت تنشر من اللي تنشر طبعا أما العاقة كل رعاه أما ضن كلا هكون رعاه إن سوى كل واحد تنشر ويلد دانيرا أضاء دور دور حيسو عفرت لا يلا تن لا شيء تون ويجونا جورسنا دور بوين ويجونا بره بشة أما قرد سوق نحتوين أركنو بريه وقدم بيه سيستي طبعا من بس أنا هذا بدي أروس كن فك الدنيا رصيد كلا سومالة واحد كذي الدنيا هاي حاجات الواحد جورستي ويل كده صاحبك واسكار عصب يعني إن كده صاحبك أي جوز ذي إن كده صاحبين يقول لنا مثل الفاش الخواتي ده ترى هذا مش صحيح صح ده ترى لا والله سكوب حلو وما هرت ويل كرت يسوق ويل كي يرجع يسوق نهرت واحد لا أرد يعني جنون كي يعني سمارت في شو كلام يعني طبعا إسلام ترى يدنا واحد يدخل بيت كم يدعين سكست بها هاتو إن ترساق خضر كوش ريكتا سيكس طبعا حاط صاحب يال مقال كان وحن نقضي اما صورتنا وحن نقضي صورتنا وحن نقضي هاي انت برنامج ما انت الا يشارك توب براحة بلوشة اما فيسبوك انت كورهي سي انت كورهي نببا
hadaba maxaan ku tilmaami karnaa haddaynu inagu aan sideen u falanqaynaa ama aynu sideen ka soo qaadna maanta guurka soomaalida taagan dabcan oo noqday ama yacni igu dangaad ama igu meel gaad ama yacni danteyda markaan kaa dhamaystay waan kaa tegayaa ama noqday yacni maxaa igu kaa jira interest because waxaan weli ku tilmaami karay waayada ugu dambeeyay inuu jiro waxyaaba loo yaqaano igu dangaad yacni igu dangaad waxaan ka wadaa inankuna inuu inanta ku dangaado inantuna inanka ku dangaado laakiin waxaa suuragala labada qof isku dangaaday mid ka mid a waxyaabaha hawsha la wada ama guurka ama dudoono haddudantaba ha ahaatee inuu jiro qof yacni arrinku runka yahay ama dhabkayi bikaos waxaan ku tilmaami karaa maanta hore waxaa loogu maamahay maxaa lahay mulacna waa ka qorgoyn ina yarna waa ku ciyaaray mi ahaan jirtay aad iyo aad muhamad haddii ka qaldatay adigaagana daawanaya commentatisoo sax waxaa laga yaaba inuu jiro in wiilku yacni uu ku dangaadhayay oo dan ka lahaa oo interestig ku qabay wiilkii ramika islaanta guursaday islaantana inay ka naftahay oo yacni ku faraxsantay inay guursato wiil yaro sideed toon jiro shabab yaa tufaayo si kastaba ha noqoto haddaba maxaynu ku tilmaami karnaa maanta guurka taagan amay wada sheekaysay sudoonama ha ahaado sudoonama ha ahaado dabcan waxaa jira in waayadii ugu dambeeyey aynu arkaynay faamiliya kala tago baraha bulshada ku jiray waxaa ugu dambeeyey fihimiyo khatar oo baraha bulshada aad loo hadalhayay hore saan ugu sheegay laba qof oo kale yagu nairobi jooga dabcan hadalhayntooda aad bayna kubad haddana mar labaad soo hadal qaadna ma quruxdana dad kale inta badan inaad carab ka dhigta aad bay wanaagsan tahay haddaba waxaan horta sheegi odhan laa dhallinyarada soomaaliyeed inta dib isugu noqotaan oo dib u fiirsataan oo dib u xisaabtantaan oo waqti isgelisaan ujeedi isgelisaan inaydaan noloshiini mustaqbalkiina ku ciyaarin yacni guurku waa noloshaadi mustaqbalkaaga yacni guurku waxa weeyaan aayahaaga dambe yacni guurku waxa weeyaan waxa aad noloshaada kubacas waxa loo ordayaa ee hadhiyo habeenku taagay dabcan waxaan ku tilmaami karaa waqti yar muqaalkan dubayn tobanka habeenimo ilaa 11 habeenimo tahay maxaa xilligaa u socdaan ordaya waa mustaqbal yana oo qof kastaana mustaqbal yana rabdoonyay haddaba waxaan kugula talinaya haddaana yacni qofka aanad dan ka lahayn ha weynaad ha yaraado inaad yacni waqti iskaga lumin yacni aadma waqtigaa ku lumisin aan waqtigaa kugu lumin aanad ku qurux badan tahay dabcan oo wax wanaagsan mar kastaba waxaad leedahay ku wanaagsanaanaya ama qof wanaagsanaa ku wanaagsanaanaya oo mar kastaba isagana dan igu jirta tawada labadiina dan isugu kin jirto oo waxaa la yidhi yacni xoolihiina meel wada daaqaan inaad mar kastaba ku wada duushaan ood kuwada socotaan laakiin islaan weyn waa 70 jira ama 40 jira ama 50 jira inaa interesta ku raacdaan ma qurxna wax sii jirayna guurkani ma aha ku xisaabtano adiguna dee u wadiya caruurta ilaahay baa haya laakiin u malayn waayo qofta dumaray 60 jir gaadhay inay yacni dee ubada ma caruur laga dhigo laakiin waxaa loo dhayfo loo guursaday waxa weeyaan inaad adduunka wax kusii kordhisaa ma ubad keen ama reer qurux badan keen ubadka ilahay baa bixiye soo maaha si kastaba ha noqoto dhallinyarada soomaaliyeed waxaan kula talinay guurka qiyaamada inay fidin maanta anigu horta maan guursan oo yacni maihi qof yacni guur iyo noloshiisa ka sheekeynay laakiin waxaan ku hamiyayaa haddii ilahay gaarsiiyo inaan guurka ku qiyaamin yacni nolosha qofku inaan qof bilaadan noloshiisa inaan qiyaamin dee soo maaha qofka bilaadankaa noloshiisa haddaad ku ciyaarta ama ha weynaad ama ha yaraado qofkani wuxuu ku hadiyey naftiisa dhan maybi laga yaba inantan reerkoodii kaaga timi inay waalidkeedii gacalkeedii kaaga soo dhex baxday haddaad qiyaamayso yacni kadi dantaad ku gaadho laga yaaba inaad youtube ku kala kacsanaysay waa ta ugu badan maanta baraha bulshada ka jirta laga yaaba inaad youtube ku kala kacsanaysay lagaba yaaba inaad reerkoodii lacag iyo lacagtaad ku raacasay laga yaaba in iyada xooga haysato xoogay aad ku raacasay sidoo kale inantu waxaa laga yaaba in yacni reerkoodi iska fiican yihiin ama skeer fiican oo teetar sare leh ama oday meelaha maraykanka iyo kanada iyo sweden iyo meelaha ka yimi kanada iyo sweden iyo maraykanka waxbaynama dhaaman horta rumaantii halkan jugnaalku baa inoo kanada oon inagu kanada ka dhigan karaynaa si kastaba ha ahaato wax wanaagsan qofku markuu dhallinyaro yahay qofku yacni doonayo noloshiisa inuu runta u sheego ku dhaado hebel waa inagu yacni minihiin dad yacni meel wada mari karaye dee walaal macaan oon kala dhammaano haddii kale qofkaas sida dantaada kugu jirta oo runbaad ka sheegi kartaa nadduusha interestigana iska diisaa taasaan kula talinayaa dhallinyarada bihii ugu dambeeyey dambeeyey guurka waxaa moodaysay si horaba loo sheegin oo aada soo badanay bicaos maanta waxa arkiya haddii garaato 12 guur xala u dambeysay aroos baan joogay yacni inaan iskuursaan joogay waxala u dambeysay yacni xilligan muqaalka duubayo 12 saacadood ka hor aroos baan joogay marka arooskaasna maasha allah baan la yidhi soo maaha si kastaba haato muqaalkaasan jeclaysa inaad ila wadaagayo guurka soomaliya soo badanay soomaalida ha badatay hindi iyo jinaan gaadhna adi leeyahay sanaa youtube-ka subscribe badan iyo facebook badan aa helada sida hindi iyo jinaa soo maaha intaas anoo iyo kabtan saaxiibayaal aad iyo aad asxaabta badana sida qaladka haddii asxaab badan jirto inaan si qalad yacni fahanto hale qalad ma jiri meesha waa lagu kaftamaa soo maaha si kastaba haato saaxiibayaal inta muqaalka muqaalka ku xigtami doono waa anigaadi kaga tegay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu